قاعدة الرولر، وعندكم الملف موجود على البلاكبورد. هذه المعطيات. نفتح برنامج SolidWorks ونفتح ملف جديد Part. أوكي. أول خطوة نبدأ نسجل هذا الفايل. شوف لك أي مكان بتسجل فيه هذا الفايل واللي اسمه بيز رولر. سيف. المعطيات عندنا على هذه الورقة. بالنسبة للمقاسات، أفضل شيء أنه نرسم السكتش على البلان الموجود عندنا هنا بلان، ثم نعمل الإكستروجن. أفضل من أنك تعمل مستويات مختلفة وترسم الإليفيشن ثم تعمل إكستروجن، لكن المستويات هنا مختلفة. فخلينا نبدأ نرسم هذه الرسمة اللي هي إيش؟ طولها الكلي 120، يعني 35 في 35 في 50، والسمك 10 ملي مع أوفست في الوسط ب 3 مليمتر. طبعا أول شيء لابد من تحديد البلين. مثلا نختار الفرونت بلين. نختار الفرونت بلين ونعطيها ايش؟ نورمال 2، ونفتح عليها سكتش. تمام. ثم نبدأ بالرسم. نرسم خط أفقي بطول كم؟ 120 مليمتر، بطول 120 مليمتر. ثم نعمل أوكي، ثم نخلي هذا الخط وسط بالنسبة للأوريجين. خلينا نعطيها 60، النص 60 مليمتر. طيب عفوا، ثم نعمل أوفست لهذا الخط. بمسافة 10 مليمتر. نقول أوكي. ونسكر عليه من الجنبات. تمام. نرجع للرسمة. في عندنا أوفست إلى الأسفل أو إلى طبعا إلى الأسفل أيوة أو إلى الأعلى مقلوبة بثلاثة مليمتر. خلينا نرجع وراح نرسم هلا خط أفقي يبعد من هنا 3 مليمتر. نكتب 3 مليمتر، انتر، ثم يكون في الوسط طبعا من هنا الى الاوريجين يكون 25 لان طوله 50. نكتب 25، انتر، ثم الطول الاجمالي يكون 50، انتر. طيب ثم نجي نعمل تسجيل. سيف، حفظ، وبعدين نعمل اوفست لهذا من الجهة الثانية لهذا الخط. نقول له اوكي. تمام.
ثم نربط بخط عمودي من هنا إلى هنا، ثم خط عمودي من هنا إلى هنا، ثم خط عمودي من هنا إلى هنا، ثم خط عمودي من هنا إلى هنا. ثم نعمل تريم، راح نقطع هذه وراح نقطع هذه. اضغط على F بتجينا الزوم كلها. ممتاز، نعمل سيف حفظ. الاكستروجن بكم راح تصير؟ عرض القطعة كلها 72 ملم. نرجع هنا Features Extruded Boss or Base بمسافة كم هنا؟ بمسافة 72 ملم. Enter. أوكي. ممتاز، تحصلنا على الشكل ثلاثي أبعاد للبيز. لم يبقى معنا إلا بعض التفاصيل. حفظ ونرجع للتفاصيل. نبدأ بالفيلتس اللي في الأركان. الفيلتس اللي في الأركان الآر عليها 12. نرجع هنا فعل فيلتس، وهنا فيلت، وهنا فيلت، والأركان الأربعة فيلت. كم القطر هنا باي ديفولت؟ 10. نخليها كم؟ نص القطر 12. انتر. اوكي، هلا صارت معنا كلها فيلت. حفظ، وبعدين نجي هنا نشوف هذه الثقوب اللي معنا. قطر فاي قطر 12، قطر 12 مع انها نفس المركز، يعني شايف هنا 12 12 المسافات هذه، يعني خلني اشوفها اكبر. هنا معانا 12 12 يعني عندهم نفس المركز، تمام. نص القطر 12 يعني عندها نفس المركز. نيجي هنا لابد من فتح ايش؟ من فتح سكتش على هذا السطح، على هذا السطح. نفتح سكتش، نيجي نرسم دائرة، نفعل الدائرة. شايف كيف شبك معنا السنتر؟ هنا المركز شبك معنا المركز. تسحب مباشرة عليه الدائرة سيركل، تعطيها كم؟ تعطيها 12، القطر 12. بما أنه الشغلة بسيطة، أفضل شيء أنه نروح نرسمهم كلهم، تمام. نرسمها هنا ونروح نرسمها هنا على المركز هذا، ونروح نرسمها هنا. لكن يمديك تعمل بالميرور، يمديك تعمل بالأري، كله صح. في أكثر من طريقة لرسم شغلة واحدة. نعطي هذه 12، نعطي هذه 12، ونعطي هذه 12 من هنا. تمام، من خلال Smart Dimensions. نعمل حفظ ونروح مباشرة على Features. عفوا، هلا راح نعمل ثقوب، يعني Extruded Cut.
نعمل اكسترودد كات، ثم تيك اوكي. يلا هلا اعطينا نشوف الايسومتريك من هنا من خلال ايسومتريك. شايفين هلا انهينا الايش، انهينا رسمه الرولر بيس. هذه رسمة الرولر بيس. تمام. حفظ. أنهينا هذه القطعة.